أسعد الله أوقاتكم بكل خير، يسعدني إن أنا أكون معاكم في أولى حلقات البرنامج أيامنا الحلوة، ويا رب إن شاء الله أيامنا كلها تكون حلوة. أحلى ما في الموضوع إن البرنامج ده تواكب مع حدثين حاصلين، أول حاجة عيد الحب المصري، واللي بالمختصر كده بسرعة عمله علي أمين ومصطفى أمين بمناسبة إن في راجل شافوا الجنازة بتاعته توفى، فشافوا الجنازة بتاعته فلقوا ان مفيش حد خالص ماشي في الجنازة، فسألوا عن الراجل ده قالوا له ان هو لا كان بيحب حد ولا حد بيحبه، ومن هنا طلعت فكرة عيد الحب المصري اللي بيوافق يوم 4 نوفمبر. والحدث الثاني طبعا مبروك لكل الزمالكاوية فوزهم امبارح. وما كانش فيه احلى من ان انا ابدأ البرنامج بتاعي بحلقة عن السعادة، السعادة مفهوم السعادة وازاي تعيش سعيد في حياتك، وازاي تتجاوز كل المحن اللي بتمر بيك والمآسي اللي انت بتشوفها في حياتك والضغوطات اللي انت عايشها عشان تعيش حياة سعيدة راضية عنها. لما عملنا استفتاء على الفيسبوك وسألنا يا جماعة هو ايه مفهوم السعادة، اجمع الجميع ان هو الرضا، وملحوظة ان كل الناس اللي علقت ان هو الرضا هم ناس تجاوزوا الـ40. ليه؟ لان هم شافوا الحياة وفهموها ووصلوا لنتيجة ان الرضا وراحة البال هي اهم اسباب السعادة. ومن ضمن التعليقات الجميلة اللي أنا شفتها في الاستفتاء دون إن شيرين قالت السعادة بالنسبة لي إني أخس أو إني أكل شوكولاتة، وده طبعا يا شيرين سعادة لينا كلنا يعني. وعامر قال، وده حاجة جديدة جدا، قال إن السعادة بالنسبة لي إن أنا أسعد زوجتي وأسعد أسرتي. في اللي قال السعادة في الأهل إن أنا يكونوا أهلي كلهم كويسين، في اللي قال السعادة إني أشوف أولادي كويسين، السعادة في النجاح، السعادة في التفوق، السعادة في كل حاجة حلوة أنت راضي عنها. إنما مفهوم السعادة الرئيسي اللي ما نقدرش نغيره إن هو بيبقى نابع من جواك، نابع من رضاك أنت عن نفسك، نابع من إن أنت واثق في نفسك وحاسس بقيمتها وعارف إن أنت ربنا ما خلقكش كده هباء، إنما ربنا سبحانه وتعالى خلقك لغاية في الدنيا، فواجب عليك إن أنت تسعى عشان تعرف غايتك في الدنيا. السعادة في ناس كتير قالوا أنا مهما عملت مش بكون سعيد، ودول برد عليهم بقول لهم إن أنت لو ما كانش من جواك إحساس بالسعادة عمرك ما هتحس بالسعادة. الاستفتاء كان محوره كله إزاي وصلت لمرحلة السعادة، إزاي وصلت إن أنت تكون في حياتك سعيد وإزاي راضي عن نفسك، وكانت النتيجة إن أنت اللي بتحدد، أنت اللي بتحدد عايز تكون سعيد، أنت اللي نابع من جواك السعادة. مش عايز أعتمد على حد، مش عايزك تربط نفسك بحدث معين، مش عايزك تقول أنا لو اشتغلت في مكان معين، لو كان معايا فلوس معينة، لو سافرت مكان معين، صدقني كل اللي عمل الحاجات دي كلها لو ما كانش الموضوع نابع من نفسه عمره ما هيحس بالسعادة. من ضمن الحاجات الأساسية اللي بتحكم حياتنا هي ترتيب حياتنا وترتيب أولوياتنا، وإن أنت تبقى عارف أنت عايز إيه، أنت راسم خطة لحياتك، عارف أنا النهاردة هعمل كذا، حاطط خطة قصيرة وحاطط خطة طويلة، وكل ما توصل لحاجة كل ما تطلع للخطوة اللي بعدها. ده في حد ذاتك شعور النجاح دون في حد ذاته بيحسسك بالسعادة. من ضمن الحاجات كمان إن أنت يعني ما تعيش لوحدك، تحاول تتجاوب مع الناس، تعيش مع الناس، تعيش أيامك كلها تقدر تخدم، تقدر تساعد، تقدر تقول أنا عايز أعمل حاجة، أنا عايز أسيب أثر، أنا عايز أكون أسيب بصمة في حياتي. الحاجات دي كلها ورضاك عن نفسك هو ده من أهم أسباب السعادة. كمان حاجة معينة برضو بشوفها إن أنت من ضمن برضو أسباب السعادة المهمة جدا إن أنت تعيش في حدود يومك، إن أنا ممكن أفكر أقول إيه، أقول طب هو لو بعد 10 سنين أنا هكون فين، بعد 15 سنة أنا هعمل إيه، هل هكون حققت الكارير بتاعي، هل هكون وصلت للي أنا عايزه، هل هبقى عندي العربية اللي أنا عايزها، هل هيبقى عندي الشقة اللي أنا عايزها. عيش في حدود يومك، مش معنى كده ان انت طموحك يبقى قليل، ولا معنى كده ان انت تبقى فكرك محدود، بالعكس اسعى على نفسك واشتغل وفكر وادرس وتعلم كل يوم حاجة جديدة، هتلاقي مفهومك للحياة اختلف، هتلاقي ان اليوم اللي انت بتعيشه هو يوم سعيد بالنسبة لك، اليوم اللي انت حققت فيه نجاح هو يوم سعيد بالنسبة لك. كل الناس اجمعت ان السعادة
زي ما قلنا وهي نابعه من جواك، ان انت برضو ممكن تلاقيها في ضحكة طفل صغير، في مساعدة حد ماشي من غير ما يكون منتظر منك حاجة. واللي بيعيش لوحده ما بيقدرش يحقق اي احساس بالسعادة خالص، وبتبقى حياته مقفولة عليه. طيب جزء من السعادة بيجيلنا ازاي؟ جزء من السعادة بيجيلنا من احساسنا بالرضا، ان انا راضي عن حالي، ان انا مهما قابلتني المشاكل برضو بقول لا انا هواجهها. حتة ان انت تبقى عارف ان انا عايزة الحاجة دي، فالحاجة دي لو ما حصلتش هيحصل لي ان انا هبقى متضايق وهبقى متعكن وهبقى حزين، فبالتالي ما حققتش السعادة. لا، فكرة ان انت ترضى باللي ربنا سبحانه وتعالى قسمه لك دي احلى فكرة في الدنيا. وبرضو مش معناها التواكل، ولا معناها ان انا خلاص انا حصل لي كده نصيبي كده، فانا مش عايز ان انا مش عايز اعمل حاجة، او ما عنديش امل ان الوضع يتغير. بالعكس، ربنا سبحانه وتعالى بيغير الحال من حال لحال، وبيحصل لك حاجات انت عمرك في حياتك ما كنت تتخيلها، بس تحس بالرضا، تبقى راضي عن نفسك. تقبل الحدث نفسه، ان انت تبقى عارف ان الحاجة دي حصلت لسبب. بيحضرني هنا قصة جميلة جدا جدا جدا، هي قصة واقعية قوي قوي قوي، كانت حكتها لي واحدة صديقة. طلبت منها ان هي تتصل وتعرضها عليكم. قالت لي يا أميمة لا، انا عايزة انت تحكيها، لان انا فعلا مش قادرة ان انا احكيها، لاني حصل فيها حاجات كتير قوي قوي قوي، وهتفكرني بذكريات كتير قوي قوي قوي، مش هقدر ان انا اتكلم واحكيها. فانا بديكي الحرية ان انت تحكيها. قصة صديقتي دي بتقول ان هي اتجوزت متأخر، وكان عندها اخواتها اصغر منها، وكان المفروض ان هم يعني في العادات بتاعتهم والتقاليد بتاعتهم ان الكبير يتجوز الاول، بس هي ما وقفتش ضد رغبة اخوها ان هو يتجوز او اختها ان هي تتجوز، وهو وساعدتهم وجوزوا، وهي كانت شايفة ان الجواز ده اسمه نصيب، وان ربنا سبحانه وتعالى وقت ما يأذن بإذن الله هيكون. اتجوزت متأخر وواجهت مشاكل كتير في موضوع الحمل بتاعها، تعبت قوي قوي قوي، حصل كذا مرة الحمل، وحصل ان هي اجهضت كذا مرة، عملت محاولات مستميتة، محاولة في الثانية في الثالثة، في محاولة من المحاولات ربنا سبحانه وتعالى كرمها وحصل الحمل. ما قدرتش تمسك نفسها من الفرحة، كانت فرحانة جدا جدا جدا، وحست ان ربنا سبحانه وتعالى اخيرا انعم عليها بالحاجة اللي نفسها فيها. حصل مشاكل كتير في الحمل، وهي صبرت وتحملت تعب كتير قوي 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 قوي، لغاية ما ربنا سبحانه وتعالى اذن بميعاد الولادة. اكتشفت ان عندها مشاكل جامدة قوي قوي في موضوع الولادة. راحت للدكتور وقال لها لا، ده انت لازم دلوقتي حالا ان انت تولدي. دخلت عشان تولد، وكان وربنا سبحانه وتعالى اكرمها بتوأم. طبعا كانت فرحة الدنيا بالنسبة لها، بس للأسف التوأم ولد ناقص يعني عمره، يعني اتولد 6 شهور، وكانت نتيجة ان هو توأم ده لازم يتحط في حضانة. على قد ما هي تعبت في الحمل، وعلى قد ما هي شافت صعوبات كتير قوي قوي قوي، على قد ما كانت فرحتها ان ربنا سبحانه وتعالى قومها بالسلامه، وان رزقها الذريه. وعلى قد ما هي شافتهم في الحضانه وان هم تعبانين، على قد ما دعت ربنا كتير قوي 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 ان يكمل فضله عليها، وان يرزقهم الصحه والعافيه، وان هم يروحوا معاها. روحت هي، وبعدين تاني يوم الاب راح علشان يعمل شهاده الميلاد، فوجئ بالتليفون بيقولوا له ان احد التوأمين ربنا سبحانه وتعالى ما كتبلوش العمر، وان كان عنده مشاكل. الاب كان لسه عامل شهاده الميلاد، شهاده الميلاد ما كانتش كملت ساعه، ما عرفش يواجهها ازاي ولا يقول لها ايه. راح عشان يقول لها، للاسف ربنا سبحانه وتعالى اختار احد الطفلين عنده. بتقول لي على قد ما الموضوع كان قاسي جدا جدا جدا، وعلى قد ما انا تمنيت من ربنا سبحانه وتعالى انه يرزقني الطفلين دول، على قد ما حست بصبر رهيب رهيب رهيب.
وعلى قد ما حست برضا جامد جدا جدا جدا، وبتقول لي تعبير انا جسمي الصراحه اشعر منه، بتقول لي انا حسيت ان كان ربنا سبحانه وتعالى بيطبطب عليا، كان ربنا سبحانه وتعالى بيقول لي اصبري، كان ربنا سبحانه وتعالى بيقول لي ارضي. وقالت خلاص الحمد لله ان ربنا سبحانه وتعالى رزقني وبارك في احد الطفلين. تاني يوم قبل ما تروح المستشفى عشان تشوف اولادها اتصلوا بيها وقالوا لها للاسف الطفل التاني توفى. لك ان تتخيل ام تعبت كتير قوي، قعدت 7 سنين عشان تشوف طفلين، وفي النهايه قبل ما تاخدهم في حضنها وقبل ما تلمسهم وقبل ما حتى تحس باحساس الامومه، ربنا سبحانه وتعالى اختبرها واخذهم منها. استكمالا للرضا اللي جواها بتقول لي ما حسيتش باي حاجه غير ان ربنا سبحانه وتعالى منزل عليا الصبر، وبقول يا رب انا راضيه انا راضيه انا راضيه ومحتسبه الموضوع عندك. خلصت عند كده المشكله؟ لا ما خلصتش. قالت لي وعدت سنتين عملت محاوله والتانيه والتالته وكانت نفس النتيجه، ان ما احنا مش عارفين دكاتره ومش عارفين السبب بس مفيش نصيب. ما غيرش ده حاجه من صبرها، ما غيرش حاجه من رضاها، ما غيرش حاجه من ثقتها في ربنا سبحانه وتعالى انه امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، وخدت بالاسباب. ويجيني بس يعني حته في الموضوع ده على بال ما استكمل بقيه القصه. طب نستقبل اول تليفون. استاذ اهلا وسهلا يا شيرين، ازيك؟ طب شيرين هنستنى منك تليفون تاني ان شاء الله. هكمل بقى قصه صاحبتي. قبل ما اكمل صاحبتي كنت بقول حاجه عن الرضا. في ناس لما بيحصل لها مشاكل بتقول خلاص الحياه وقفت، انا مش عارفه اعمل ايه، ده ربنا سبحانه وتعالى اختبرني، ده انا الدنيا قفلت معايا. طب انت خدت بالاسباب؟ لا لا لا، ده هو ربنا سبحانه وتعالى اراد كده. ابدا ابدا، ربنا سبحانه وتعالى بيأمرنا دايما ان احنا ناخد بالاسباب. اهلا يا شيرين. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هو احنا عندنا في بيتنا اكتئاب شديد قوي، وانا بشكرك على الحلقه الجديده دي. ميرسي يا شيرين، شكرا جدا جدا. قولي لي يا شيرين، قولي لي. نعم قولي لي يا شيرين، انت ايه ليه حاسه بالاكتئاب؟ ايه اسباب الاكتئاب؟ اسبابه كتير قوي. الايه؟ كتير قوي يعني كتير. قولي لي حبيبتي، قولي لي سبب من الاسباب يمكن نحلل مع بعض الحاجات دي. الاول بس انا عايزه اقول لك على حاجه يا شيرين. انا الاول بس احب اضيف معلومه عني، انا بتكلم واحده منك، واحده ممكن اكون اكبر منك في السن، واحده ممكن تكون مرت بتجارب كتير او خبره كتير، فهو ده اللي ساعدني ان انا اتكلم. قولي لي يا شيرين، ايه ممكن السبب اللي يخليكي تحسي باكتئاب واللي يخليكي حاسه ان انت الحياه وقفت معاكي؟ للاسف شيرين انا مش عارفه اتواصل معاكي، بس هنستنى تليفونك تاني علشان اعرف ايه اسباب الاكتئاب اللي انت مريتي بيها او اللي انت بتمر بيها، وازاي اقدر اساعدك ان يمكن ربنا سبحانه وتعالى يجعلني سبب ان انا افتح قدامك حاجه. نرجع لقصه صاحبتنا تاني، ونرجع نقول ان هي ما توكلتش وان هي ما عملتش اللي احنا دايما بنقوله، ان انت لازم تاخد بالاسباب. قبل ما اكمل قصه صديقتي هحكي لكم قصه السيده هاجر. لما سيدنا ابراهيم سابها هي وطفل رضيع في ارض قفر ما فيهاش اي حاجه خالص وسابها ومشي، فبتقول له طب انا عايزه رضيعي، طب انا عايزه ميه، طب انا عايزه اكل. ففضلت تجري وتسعى بين الصفا والمروه، رايحه جايه رايحه جايه رايحه جايه. الست ما قالتش لا خلاص بقى انا هموت بقى هنا وخلاص، ما دي ارض فاضيه مش هلاقي فيها حاجه. وسعت وسعت مسافه طويله وما تعبتش، وكانت كل شويه تروح وتيجي تروح وتيجي. ولما ربنا سبحانه وتعالى فجر تحت رضيعها بئر زمزم، ما فجروش على فكره هناك، يعني ما فجروش في الحته بتاعت السعي بتاع الصفا والمروه، ده فجروا تحت رضيعها. كان ممكن من الاول ربنا سبحانه وتعالى قادر ان هو يفجر البئر تحت يعني تحتها على طول، وما تفيش داعي ان هي تبقى رايحه جايه، بس هو ربنا سبحانه وتعالى دايما بيامرنا ان احنا نسعى، ناخد بالاسباب، اعمل اللي عليك علشان
اول حاجه لما خلاص المواضيع كلها تتقفل قدامك تبقى انت داخليا عملت اللي عليك، انت راضي، انت عملت كل حاجه المفروض تتعمل اللي عليك تتعمل منك. وده اللي عملته صديقتي، ما سابتش الموضوع وفضلت برضو تكمل موضوع العلاج، وفضلت رايحه جايه على الدكاتره، تسمع من الدكتور ده وتسمع من الدكتور ده وتروح للدكتور ده، ما سابتش الدنيا. وفي نفس الوقت كان ايمانها بالله سبحانه وتعالى اكبر من اي شيء، كان يقينها ان ربنا سبحانه وتعالى في يوم من الايام هيرزقها كان اكبر من اي شيء. اليقين 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 بالله. اهلا يا شيرين. اهلا بيكي. هو اكتئاب شديد قوي عندنا في البيت، بيدمر حياتنا. طب اعرف ايه سببه؟ سببه يعني زعق وكده. انتي متجوزه يا شيرين؟ لا انا انسه، عندك كام سنه؟ عندي 18 سنه. طب يا شيرين ده انت لسه صغيرة، انت طالبة؟ اه في سنة كام؟ في سنة تالتة ثانوي. تالتة ثانوي. طيب يا شيرين، يعني انت اول حاجة يا شيرين ممكن نقول الاكتئاب ده بسبب المذاكرة، خلينا نقول كده ان الاكتئاب ده بسبب المذاكرة. بس بصي يا شيرين، انا عايزة اطلع حاجة ما قدرهاش. عايزة ايه معلش؟ اطلع حاجة اعملها ما قدرك. طب انا هحكي لك حكايه حلوه قوي يا شيرين. اوكي، اول حاجه شكرا يا شيرين على اتصالك، اسمعيني بقى وهحكي لك حكايه ان شاء الله باذن الله تعمل صدى عندك باذن الله. طيب ايه رايكم نطلع فاصل، وبعد الفاصل ان شاء الله هكمل لشيرين الحل وهكمل لكم حكايه صديقتي. نرجع نطلع فاصل وارجع لكم تاني ان شاء الله. رجعنا لكم وهحكي لشيرين حكايه، يمكن حكايه تكون متكرره في كل بيت. اوكي، بص يا شيرين، كتير الثانويه العامه عندنا هنا في مصر بتحطم امال الملايين، يعني مش لوحدك، بس اللي انا عايزه اقوله لك ان ربنا سبحانه وتعالى بيبقى قاسم لك مهنه معينه في الحياه تقدري تخدمي بيها سواء نفسك سواء المجتمع سواء اي حاجه. اللي عليكي تعمليه، وده اللي انا دايما بقوله، ان انا باخد بالاسباب، ان انا تذاكري وتعملي اللي عليكي وتحلي امتحانات وتشوفي كل الطريقه الممكنه اللي تقدري تجيبي بيها مجموع كبير. طيب جبتي مجموع كبير وما قدرتيش تدخلي الكليه اللي انت عايزاها، دخلتي كليه تانية ربنا سبحانه وتعالى قسمها لك. اوكي، ثقي تمام الثقه ان انت لو عملتي اللي عليكي فيها ربنا سبحانه وتعالى هيكرمك. من عارف، ما يمكن دي نصيبك، دي نصيبك اللي ربنا سبحانه وتعالى كتبه لك، ده نصيبك اللي ربنا سبحانه وتعالى قسمه لك، ده الهدف من حياتك ان انت هتخدمي المجتمع والناس بالحاجه دي. دي حاجه. الحاجه الثانيه يا شيرين، ان كلنا بعد ما بنتخرج من الكليات سواء اللي عايزينها او اللي مش عايزينها، في بيجي عندنا وقت بنغير الكارير بتاعنا، بنشتغل حاجه ثانيه، بنبقى خريجين طب ونشتغل في حاجه تانية، بنبقى خارجين هندسه ونشتغل في حاجه تانية، بنبقى خارجين صحافه ونشتغل في حاجه تانية. هيجي عليكي وقت هتبقي عارفه انت عايزه تشتغلي ايه وطموحك ايه وغايتك ايه. انما اللي انا عايزه اقوله لك والله يا شيرين من قلبي، ارضي باللي ربنا سبحانه وتعالى عمله لك، واعملي اللي عليكي اقصى حاجه تعمليها علشان ربنا سبحانه وتعالى يكرمك باللي نفسك فيه. الكليه مش نهايه الكون، تفوقك في الحياه هو ده الهدف من حياتك. نرجع تاني لقصه صاحبتي عشان اقول لكم بقى الجزء المبهج فيها. صاحبتي خلاص عملت اللي عليها ورضيت باللي ربنا سبحانه وتعالى قسمه لها، ما هزش اليقين اللي جواها. وكان في يوم من الايام اتقدمت لوظيفه كانت بتتمناها، والوظيفه دي جت لها مع انها وظيفه صعبه، جت لها وفضلت رايحه جايه في شغلها، وبعدين حست بتعب، حاولت تعمل التحاليل بتاعه التعب، لقيت ان مفيش اي حاجه خالص، ما زال التعب مستمر. تفاجأ صاحبتي، عشان ما اطولش عليكم، تفاجأ صاحبتي ان هي حامل في الشهر الرابع. الحكايه دي والله حقيقيه ومن اقرب الصديقات على قلبي. ناخد داليا. اهلا يا داليا. الو. اهلا. الو. الو، اهلا يا داليا. صباح الخير. صباح النور. انا بشكرك جدا والله على الحلقه الجميله اللي هي بتتكلم عن السعاده وعن الصبر، يعني وحابه اشارك معاكم في تجربه شخصيه. اتفضلي يا داليا. يعني اتفضلي. هو انا خريجه 95. اوكي، يعني حاجه كده قديمه شويه، يعني من يعني خبره 95. اوكي. و
الحقيقه يعني ان انا كنت من وانا طالبه بفكر جدا في ان انا اكمل في الدراسات العليا واعمل ماجستير ودكتوراه، وده كان حلمي وحلم اسرتي يعني. جميل ما شاء الله. وبعد ما اتخرجت على طول سجلت التمهيدي الماجستير على طول، وبعدين يعني خدته سنتين، وبعدين سجلت للماجستير، وبعد كده اتجوزت وخلفت بقى، وبعدين لما خلفت اتاخرت جامد جدا، وبعدين الماجستير اللي كل الناس بتخلصه في سنتين انا خلصته في 7 سنين. اوكي. وبعدين خدت بريك كبير ومفكرتش بصراحه في الموضوع ده تاني، وحسيت ان هو مش متناسب جدا مع حياه الام اللي بتشتغل وفي نفس الوقت بتربي اولاد واسره وكده. يعني انت في المرحله دي يا داليا عملتي هولد على الماجستير والدراسه بتاعتك وحياتك الشخصيه عشان خاطر رعايه الاولاد ودورك كأم؟ الحقيقه عملت هولد، وبصراحه ما كنتش متوقعه يعني، ما كنتش ناويه، وخصوصا حصلت برضو الكليه نزلت يعني اشتراطات اصعب ونزلت كورسات دراسه اكتر، والاستاذ بتاعي توفاه الله، فكل الحاجات دي مشجعتنيش. وفي يوم في 2006 بعد تخرج، حصل معاكي حصل في 2012 بعد ما كنت اتخرجت يعني بكتير جدا. طب قولي لي يا داليا، كملت الدكتوراه. قولي لي انت وصلتي لامتى للمرحله اللي انت حققتي فيها حلمك؟ مش هضحكك بقى، في 2019 يعني حصلت على درجة الدكتوراه في 2019 بعد يعني من 24 سنة من التخرج. يعني من 95 ل 2019 داليا أخذت الدكتوراه بعد رحلة كفاح طويلة، بعد معاناة، بس أعتقد إن الفترة دي برضو داليا فضل. شكرا يا داليا على اتصالك، واشكرك ان انت شاركتينا المعلومه دي او الحاجه الحلوه دي. داليا بعد عمر طويل وصلت للي هي عايزاه، وكان عندها هدف ان هي حطت اولويات في حياتها، شافت ان البيت محتاج ليها في الوقت ده، خلصت اللي عندها وبعد كده تفرغت لنفسها. حابه ان انا بس اختم قصه صديقتي الطويله الجميله ان هي في الاخر اكتشفت ان هي حامل، وحامل في الشهر الرابع من غير اي حاجه، فضل ونعمه من ربنا سبحانه وتعالى، انعم عليها بحاجه زي ما يكون بيقول لها نحن اقرب اليك من حبل الوريد. ربنا سبحانه وتعالى قال لها جزاء الصابرين انما يوفى الصابرون جزاءهم. ربنا سبحانه وتعالى طبطب عليها، من عليها بالرزق ومن عليها بالنعمه نتيجه صبرها، نتيجه التعب اللي هي تعبته، وقبل ده كله نتيجة يقينها بالله سبحانه وتعالى إن هو ما بيسيبش حد، ربنا سبحانه وتعالى ما بيضيعش حد. أنا سعيدة جدا 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 إن أنا كنت معاكم في الحلقة النهاردة، وأتمنى يا رب إن أي كلمة أكون قلتها تفرق مع أي حد فيكم. هقابلكم إن شاء الله تاني في حلقات كتير بإذن الله، هستنى تبعتولي المواضيع اللي أنتوا عايزين تتكلموا فيها. أشكركم جدا جدا جدا، وأشوفكم الأسبوع اللي جاي إن شاء الله في حلقة جديدة من أيامنا الحلوة.